بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد توصلنا الكلام من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله تعالى وما ذبح على النصب، ثم قال تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، أي وحرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام، ومعناه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، أنهم كانوا إذا هموا بشيء وترددوا في فعله فإنهم يستقسمون بالأزلام. والأزلام جمع زلم أو زلم، وهو الرقاع التي كانوا يكتبون عليها، وهي ثلاثة أقداح أو رقاع، يكتب على أحدها افعل، ويكتب على الثاني لا تفعل، ويجعل الثالث غفلا لا كتابة عليه، فيضعونها في كيس ثم يجيلونها حتى تختلط، ثم يدخل يده فيخرج منها ما صادفت يده، فإن خرج الذي مكتوب عليه افعل مضى في شأنه كالسفر والزواج وغير ذلك، وإن خرج المكتوب عليه لا تفعل فإنه يترك الفعل، وإن خرج الرقعة التي لم يكتب عليها شيء فإنه يعاد الاستقسام مرة ثانية حتى يخرج إما يفعل وإما لا تفعل. هكذا كانوا في الجاهلية يستقسمون بالأزلام، أي يطلبون القسمة، يطلبون ما قسم لهم، يطلبون ما قسم لهم من الأرزاق أو من الأفعال، فيحتكمون إلى هذه الأزلام. والواجب على المسلم أن يتوكل على الله، وأن يمضي في الخير، وأن يترك الشر بدون أن يفعل هذا الفعل الجاهلي. قد شرع الله للمسلمين بدلا من ذلك أن المسلم إذا هم بالأمر من زواج أو سفر أو شركة أو غير ذلك ولم يتبين له وجه المصلحة فإنه يصلي ركعتين تسمى صلاة الاستخارة من غير الفريضة، ثم يدعو بعد ذلك فيقول اللهم بعلمك الغيب، قدرتك على الخلق، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه، فيه خير لي في معاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فيسره لي وقنعني فيه، وإن كان في هذا الأمر ويسميه شر لي في عاجل أمري وآجله ومعاشي، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. فهذه صلاة الاستخارة شرعها الله لنا بدلا من الاستقسام بالأزلام، وهي عبادة لله ودعاء وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا
ذلكم فسق، أي ما ذبح على النصب فهو فسق، وما والاستقسام بالأزلام فسق، والفسق معناه الخروج من الشيء، والمراد به هنا الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالعاصي يسمى فاسقا لأنه خرج عن طاعة الله، قال تعالى في إبليس: كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالذبح على النصب والاستقسام بالأزلام خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن دينه وشرعه إلى دين الجاهلية، فهو فسق، فإنه فسق، ذلكم فسق. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي خروج عن طاعة الله تعالى. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم قال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وذلك اليوم هو يوم عرفة الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من يوم الجمعة. يئس الذين كفروا من دين المسلمين أن يصرفوهم عنه أو أن يفسدوا دينهم، يئسوا من ذلك لما رأوا من نصر الله سبحانه وتعالى للمسلمين، ومن ظهور هذا الدين وانخفاض الكفر، إصداقا لقوله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أن يغيروه أو أن يصرفوه عنكم لما رأوا من نصر الله سبحانه وتعالى للمسلمين وخذلان الكافرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه رضي بالتحريش. فالذين كفروا والشيطان يئسوا من دين المسلمين أن يقضوا عليه أو أن يصرفوا الناس عنه، لأن الله حاميه وحافظه وناصره، فهذا فيه بشارة للمسلمين. ولهذا قال: فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوا الكفار واخشوني، أي اخشوا الله سبحانه وتعالى لما ظهر لكم من نصره وتأييده وقمع الكفرة على قوتهم وشدة بأسهم، أن الله قمعهم وخذلهم، فلا تخشوهم واخشوا الله الذي خذلهم ونصركم عليهم، فإن من خشي الله وخاف الله فإن الله يؤيده وينصره، ومن خشي غير الله فإن الله يسلطه عليه ويخذله. فلا تخشوهم، أي لا تخشوا الكفار، كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله خوفا ورجاء، وأن لا يلتفت إلى غيره، فإن الكفار عباد من عباد الله، نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى. فمن خاف الله أخاف الله به، ومن خاف غير الله أخافه الله من كل شيء. فلا تخشوهم واخشون. ثم قال سبحانه وتعالى:
معلنا إعلانا آخر وبشارة أخرى: اليوم أكملت لكم دينكم. أي في هذا الموقف، موقف عرفة في يوم الجمعة، أكمل الله لهذه الأمة دينها وشرائعه، فلا نقص فيه بوجه من الوجوه. ولهذا ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف إلا 81 يوما، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا سميت هذه الحجة بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها المسلمين وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان هذا على رأس كمال هذا الدين وإتمام الرسالة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.